السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب الصف الثالث الابتدائي. النهاردة معانا الدرس الرابع Lesson 4 Unit 8. الدرس الرابع بيكون Page 59 and Page 60، صفحة 56 و 60. بيقول لي Read and Retell، اقرأ وأعد إيه إخبار القصة أو أعد روايتها. حاجة عندي هنا بتقول إيه؟ قالت Our science class was very interesting today. درسنا العلوم كان شيق جدا اليوم. قال Really؟ حقا؟ What did you learn؟ ماذا أنت تعلمت؟ أنا هنا قلت تعلمت بالماضي لأن أنا عندي هنا did، إنما لو أنا قلت does هنا فأقول ماذا أنت تتعلمي. خلاص did اللي خلتني أخلي الفعل دوت أنطقه بالماضي رغم إن هو مكتوب في المصدر، فأنا ما قلتش تتعلم، أقول يتعلم. ردت قالت أي حاجة، قالت إيه؟ الله created this wonderful world and made it beautiful and green. الله خلق هذا العالم الرائع وجعله جميل وأخضر. A clean environment is very important to live peacefully and happily. البيئة النظيفة تكون مهمة جدا لكي نعيش بسلام وبسعادة. What is environment هي؟ ماذا تكون البيئة يا حية؟ Everything around us is our environment. The air, the water, the plants, the animals and other people too. قالت كل شيء حولنا يكون بيئتنا، الهواء، الماء، النباتات، الحيوانات والناس الأخرى أيضا. نكمل. قالت دي سلمى، قالت ايه؟ Our teacher said there are many things we can do to save our environment. معلمنا قال هناك يوجد أو يكون أشياء عديدة وكثيرة نحن يمكننا أن نفعلها لكي ننقذ بيئتنا. How can we save it؟ كيف يمكننا نحن أن ننقذها؟ قالت إيه؟ By saving water we use for washing and brushing, recycling papers and bottles, planting trees and keeping our school and neighborhood free of garbage. قالت ايه؟ عن طريق ادخار الماء نحن نستخدمه للغسيل والتفريش، brushing التفريش اللي هو غسيل تنظيف الفرشاة، إعادة تدوير الأوراق والزجاجات، زراعة الأشجار والاحتفاظ بمدرستنا و والحي خالي من الزبالة أو القمامة. أو planting trees زراعة الأشجار، saving water ادخار الماء، keeping our school and neighborhood free of garbage بنشيل منه القمامة، recycling bottles إعادة تدوير الزجاجات وال بعد كده بيقول لي ايه؟
Now complete the read aloud with your friend. الآن أكمل ثم اقرأ بصوت عالي مع صديقك. هنكمل الجمل مع بعض. بيقول لي the not class was very interesting. ايه هي الحصة التي كانت شيقة جدا؟ ساينس العلوم، هكتب له هنا ساينس. طيب today حياة learned about the، اليوم حياة تعلمت عن الايه؟ ها تعالوا نشوفها كده، حياة تعلمت عن الايه؟ about a clean environment مثلا، تعلمت عن البيئة النظيفة. هقول له كده، هكتب له a clean environment، هكتب له a clean environment، خلاص تعلمت عن البيئة النظيفة، بس خلي دي الايه small. طيب we can recycle not and not، نحن نستطيع ان نعيد التدوير ايه وايه؟ نعيد تدوير الايه؟ ال بيبرز الاوراق، نعيد تدوير الاوراق، وكمان عندي ايه؟ اند بوتلز الزجاجات. طيب we keep our school and neighborhood free of، نحن نحتفظ بمدرستنا وحينا خالي من الايه؟ القمامة اللي هي garbage. garbage، في حاجة صعبة يا ولاد؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.